عايزين نشتغل نفس المثال دوت تاني بس من خلال اي دي اي. في اي دي ايز كتير، من اشهرهم في الفتره الاخيره هو فيجوال ستوديو كود، هو كويس جدا بالنسبه للتعامل مع النوجيس. لو عايزين نستخدمه نستخدمه منين؟ هتخش هنا هتكتب كود دوت فيجوال ستوديو دوت كوم، كود دوت فيجوال ستوديو دوت كوم، هتدوس انتر. ادي الاي دي اي بتاعت او الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، هي بيئه بتساعدك على كتابه الكود وتجربته وتيسته والكلام ده كله. طبعا هو ميزته ان هو فري واوبن سورس وبيشتغل على اي اوبريتنج سيستم، فده ميزه كويسه جدا فيه، غير ان هو بصراحه كامكانيات مفيد جدا زي الانتل انتل سنس والديباجنج وبيلت ان جيت طبعا والاكستنشنز اللي فيه كتير جدا جدا، هنشوف الكلام ده. يعني طبعا دي ميزه ان هو بيساعدك في الكتابه زي ما انت شايف كده، بتكتب قوسين يطلع لك الاختيارات، روز دوت يطلع لك اختيارات يساعدك، ديباجنج تقدر تشوف الغلطه فين تتابعها خطوه بخطوه، تيست الكود بتاعك بشكل كويس. بيلت ان جيت بتاعت جيت طبعا نقدر نشتغل مع جيت طبعا الموقع الشهير. اكستنشنز اقدر اضيف بقى سي بلس بلس بايثون سي شارب بتاع، واقدر اكتب باللغه اللي انا عايزها جافا سكريبت الكلام ده كله. طيب ده بالنسبه للايه للموضوع بتاعه، فهو من افضلهم طبعا. ليك حق تختار يا اخي نزله على ماك على ويندوز على لينكس وشوف تنزله على ايه. هو حس في السيستم بتاعي فقال لي يبقى انت ويندوز نزله، قلت له ماشي اوكي. قال لي فيجوال ستوديو كود اهو فيرجن بتاعه، برضه هنزله في البروجرامز عندي، هيبدا يعمل داونلود ونسطبه. هو خلاص فايل نزل، هعمل له اوبن، لو طلع لي اي مسج من الادمنستريشن من الادمنستريتور اقول له يس ونكست نكست واكسبت ونكست نكست، كلام بسيط جدا ماشي. انستول خلاص، هو كده خلاص فينيش. هو دي فيجوال ستوديو طبعا فتح فايلز اللي انا كنت فاتح فيه فايلز قبل كده، كان هو المفروض ان هو بالمنظر ده. طبعا بالسيرش الحاجه اللي انت عايز تنزلها الاكستنشنز، دي الاكستنشنز كابت نود، قال لي في نود ديباج ونود مديولز ومش عارف ايه والكلام ده كله. مع النود ديباج ممكن تعمل لها انستول، انتل سنس تعمل اللي هي بتساعدك بالكتابه تعمل لها داونلود الى اخره، اللي انت شايف ان هو مفيد ليك مفيش مشكله. احنا دلوقتي مش منزلين غير النود ديباج والنود مديول انتل سنس، هم دول اللي عامل لهم داونلود. طبعا ليك حاجه تنزل حاجات زي ما انت عايز. طيب جافا سكريبت طبعا هو ليه منزل عندي انا اوتوماتيك، لان انا كنت منزله انا بس شلته عشان اسيت اب قدام. طبعا منزل الجافا سكريبت اي اس اكس، ممكن تنزل الستاندرد جي اس زي ما انت عايز. خليني اشوف بس عشان انزل قدامكم واحده، انا بدوس بس انستول هنا. طيب هو بينزل بالطريقه دي خلاص، اكستنشن ده بقى خلاص بقى نازل جوه البرنامج بحيث يساعدك في الكتابه. طب احنا دلوقتي عايزين ان يعني نرن فايل بسيط، بس مش عايزين في المسار اللي هو كان اللي احنا كنا محددين هو السايت ده اللي هو اليوزر مش عارف ايه. احنا كنا عاملين فولدر لو تفتكروا معايا كنا مسمينه نود جي اس، وادي بروجرامز عايزين بقى ايه نعمل اكزامبلز، وعايز ابدا اخش من جوه الحته. طيب عشان اعمل كده انا ممكن طبعا كده مش بس افتح تاني شو بيعلق معايا دايما كده، اوبن فولدر واقول له السي هو نود جي اس وادي اكزامبلز، قلت له هو ده الفولدر بتاعي كده، حددت له الفولدر اللي انا شغال فيه. طبعا ممكن اكريت فولدر جديد، ممكن اكريت فايل، فانا هقول له فيرست
file او file 1 دوت جي اس خلاص او من file new زي ما انت عايز. دوست انتر الفايل او كرييت كل انا عايز اعمله هعمل بار. لاحظوا دي الانت انسنس عين بتساعد في الكتابه مسج تساوي تو ويلكم تو ان نود جي اس سيمي كولون وي هقول له كونسول دوت. لاحظوا عم بطلع لي كل الامكانيات اللي تحت الكونسول قلت له لوج واطلع المسج سيف كنترول اس كده بالنسبه لي الفايل ما فيهوش مشكله. طبعا ممكن ارن طبعا برضو من نفس التيرمينال هنا من كوماند لا كوماند برومبت يعني اعمل سي ام دي. طبعا انا عايز اخش فولدر تاني طبعا كنا عامل سي كده او عامل على دي لو انا حصلت الحاجه بتاعت على دي بس انا ما عنديش على الجهاز ده دي خلاص انا هعمل كده وهقول له انا محتاج ان انا اخش مش فاكر جوه المسار بالكامل اهو المسار بتاعي كله بالكامل لغايه الكلام ده كليك يمين كده بالماوس حطهم لي انا عايز اتنقل على الفولدر ده. قال لي خلاص ماشي على السي على الورك نود جي اس اكزامبلز بقيت جوه الفولدر اقدر اتكلم دلوقتي من جوه الايه؟ من جوه الفولدر ده لو جيت قلت له نود سبيس قلت له فايل 1 دوت جي اس دوست انتر قال لي ويلكم تو نود جي اس. ده كده من الكوماند برومبت اللي بره. طب ما فيش هنا حاجه تساعدني في فيجوال ستوديو؟ في لو جينا كده من فيو سوري نيجي تاني كده من فيو اهو خلاص من فيو انتجريتد تيرمينال الانتجريتد تيرمينال اهو او كنترول بلس اللي هي الهاشه الصغيره دي اللي هي بتيجي عند حرف الزاي بنسميها احنا ايه؟ باك تك. المهم ما علينا رنيتها اللي حصل انا بقول لي تقدر تظبط فيها ممكن تقول مش عايز نظبط دلوقتي. قال لي انت دلوقتي اهو على السي عادل نود جي اس اكزامبلز فتح لي التيرمينال هنا من جوه الايه؟ من جوه ده. ممكن استغنى بقى عن الاوامر عن الـ عن الـ عن الكوماند برومبت ده وابقى اشتغل هنا على طول. هتعمل ايه؟ ساعتك هتقول نود هكتب نود سبيس خلاص هو اقول له فايل 1 دوت جي اس دوست انتر قال لي ويلكم تو نود جي اس. بكده اكون قدرت ان انا ارن من جوه مين الفيجوال ستوديو كود. اخر حاجه كنت عايز اقولها حاجه اسمها الديباجنج ودي من اهم الحاجات اللي احنا بنحتاجها دخل فيجوال ستوديو ما كناش بنعرف نعملها بالنود النود باد. ان انا عايز اتست الكود بتاعي ده طبعا الناس بتاعت جافا سكريبت مفترض او بتوع البروجرامنج كلها عارفين يعني ايه ديباج. انا عايز اختبر الكود ممكن يكون فيه خطا ولا حاجه وعايز اتسته كده بحيث اشوف هل في مشكله ولا لا. هاجي كده بعمل حاجه اسمها بريك بوينت ادوس اف 9 ارفع سطر وادوس اف 9 انا عايز اتسته او اجي هنا كده واقوم دايس دوسه طلعت لي الدايره الحمراء دي عرفت ان انا عايز اتست السطر ده. بعد كده ارن واشوف بقى جوه الكود بيحصل ايه حته بحته عشان لو الكود بتاعي ستوب كتير او في ايرور ببقى عايز اتابع سطر بسطر. دي معنى بريك بوينت معناها تيجي تنفذ السطر ده واقف واحده واحده كده ووريني ايه اللي بيحصل جوه بحيث اقدر اتابع المشكله. فطبعا تقدر كده من ديباج تقول ستارت ديباجنج او تدوس اف 5 دوست. قال لي هتديباج على ايه؟ على كروم. قلت له ماشي. طبعا هيطلع لي كونفجريشن خاصه بكروم ديباج ستارت ديباجنج تاني فطبعا هيرن على كروم دلوقتي لازم يقوم كروم عشان يقدر ديباج ايه تديباج على كروم مع انه 80 بس انا مش مقوم بقيت بيانات السيرفر فما فيش مشكله نعمل كده ونرجع تاني نستارت ديباجنج خلاص هو علق كده نفسه على كروم مفيش مشكله. هنشرح ازاي على كروم نقدر نعمل ديباجنج بس هقوم بقى سيرفر وكلام زي كده عشان اقوم الموضوع بالكامل عشان ما يعلقش مننا كده. طيب انا عايز دلوقتي اهرب من المشكله دي. هتلاقي الاعدادات دي احنا لو فاكرين لما جينا عملنا رن كان الاعداد دي سايبها. لو رجعت للفولدر بتاعك بتاع اكزامبلز هتلاقي الفايل 1 وهتلاقي فولدر اسمه دوت في اس كود ده بيحط فيه الاعدادات يا شباب. ده الفيجوال ستوديو كود بيحط الاعدادات بتاعته بحيث يقرا اخر اعداد انت عايزه. هنلاقي هنا
لو لقينا فايل دلته، انا ما اعرفش راح فين، بس لو لقيت فايل دلته، لو في هنا ملف دلته، وارجع تاني وارجع تاني من ديباج وقول له ستارت ديباجنج، هيطلع لك من اول جديد تختار كروم ولا نود. خلينا في نود جي اس، كروم هنشوف بعدين. قلت له خلاص انا عايز ارن في ايه، في نود. طلع لي زي ما احنا شايفين كده، قال لي انا الوقت واقف على السطر ده، هنفذه. شد كده، ايوه. قال لي اوبجكت داير فايل، فايل مش عارف اكسبورت مديول مسج، كل الكلام ده لسه اهو، احنا ما يهمناش في الكلام ده كله غير المسج ده، كل لسه الكلام ده كله لسه ما اشتغلناش عليه. المسج اللي هو الفاريبل ده undefined لسه ما تعرفش، دي كنتوا عليه ماشي بقى. طب انا عايز ايه؟ ادوس كمل، هيكمل على طول، او اقول له ستيب اوفر يعني خد خطوه، او ستيب انتو دخلني جوه التفاصيل، او ستوب اوت، ستيب اوت اخرج بره الخطوه دي، او ريستارت او ستوب خالص. فانا هقول له ماشي خد خطوه اللي بعده. قال لي خدت خطوه. لما خدت خطوه تلاحظ ان الفاريبل ام اس جي بقى جواه ويلكم تو نود جي اس. كونسول دوت لوج لسه ما اشتغلتش. دلوقتي بقول لك انا هبدا اشغل الامر، فاهمني؟ هيبدا يشغل وهيطلع بقى. لو انت وقفت كده عند السهم عجبت ام اس جي، مفترض يطلع لك قيمتها ايه اهو، طلع لي ويلكم تو نود جي اس. دلوقتي ام اس جي كان ويلكم تو نود جي اس، فاهمني؟ بس لو انت عايز ترن وتجرب على طول، دوس هنا كده هيطلع لك على طول ويلكم تو نود جي اس. دي برضه الديباجنج، ودي الاستفاده اللي انا كنت عايز اتكلم عليها بس من الايه، الفيجوال ستوديو كود، وازاي بنرن من جوه الفيجوال ستوديو كود الملفات بتاعه النود جي اس.